لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قالت لي العصفورة. العصفورة تقول: يابا الله بالخير عليكم، موضوع الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ما له علاقة بقضية الانسحاب الأمريكي من العراق، لا من بعيد ولا من قريب، وهواية جاي يصير حكي على الموضوع، وهواية ناس جاي تعلق، بس ما تدري بالسالفة شو. عصفورة قطعتها من الأخير تقول: ما له علاقة نهائيا بانسحاب القوات الأمريكية من العراق. قضية الحوار باختصار يتعلق بمجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة والأمور المصرفية والتعاملات، تعرفون فلوسنا هناك، والأمن ومكافحة داعش، وما لأي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بسالفة انسحاب الأمريكا. هسه هاي بعد انتهينا منها خلوها على صفحة. بخصوص التحالفات اللي هواية صار حكي عنها بعد الموازنة، العصفورة تقول: أودعتكم كلها كذب بكذب. الجماعة يكون قاعدين الثلاثة الأربعة الفجر، كل واحد يقول للثاني: أنا وياك وهاي هي وروح فالك وفوت سالم، بس يقعدون الصبح واحد مخرب ويا الثاني وواحد مختلف على الثاني، يعني من الأخير كلام الليل يمحوه النهار. العصفورة تقول إنه التحالفات الحقيقية والتحركات الجدية راح تبدي وراء أسبوع من شهر رمضان، أو خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، تحت شعار اللهم إني صائم. ما يقدرون يكذبوا. مرحبا بكم من جديد، وأناقش بعض المواد وبعض التفاصيل مع سيد قاطع الركابي النائب عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية. حياك الله أستاذ قاطع. أهلا وسهلا. اسمع العصفورة وطرحك. ها أهلا وسهلا. حياك الله. شلونك؟ شو أخبارك؟ هلا بيكم عصفورتك. الله يسلمك. بس مو كلش دقيقة اليوم عصفورتك. الله بالخير. الله بالخير. سولف لنا الدقيق بالله. يا الله سولف لنا الدقيق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الشرقية ولكل الأحباب إن شاء الله. حقيقة بالنسبة للحوار الاستراتيجي بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية، أنت تعلم أنه الحوار الاستراتيجي هو امتداد إلى الحوار الذي بدأ عام 2008. زين. والحوار بدأ ب لقاءات مستمرة بين فريق عراقي وفريق أمريكي، وناقش كثير من المجالات التي تخص جميع الوزارات. جميع، وعندما أقول جميع الوزارات، من وزارة النفط إلى وزارة البلديات، لم يستثني أي شيء. حل. بما فيها الأمن وغير الأمن. طيب. فكان حوار شامل، وتوصل الطرفان إلى نتائج جيدة. ومن ضمن هذه النتائج التي توصل لها في ذلك الوقت هو انسحاب القوات الأجنبية من العراق، وخاصة القوات الأمريكية نهاية 2011. وين جاي تحكي؟ هذا أساس الحوار. لا وين جاي؟ احنا جاي نحكي على الحوار الجولة الثانية. نجي عليه. أما الحوار الذي بدأ بالعراق وكذلك في واشنطن، والآن المرحلة الثالثة، هو امتداد إلى ذلك الحوار، نفس المواضيع التي كانت في ذلك الوقت تناقش على كل المستويات. مع الإعلام؟ لا مو مع الإعلام. الصدق الصدق شيء أبدا. هذا الصدق. يعني تريد تقنع المشاهد. نعم. وتقنع السياسيين. نعم. أن الجولة الأولى من الحوار نوقش ملف انسحاب القوات الأمريكية. لا. ها. مو انسحاب القوات الأمريكية الآن. أقصد قوات الاحتلال عام 2000. لا هاي راحت. إيه هذا. لا إحنا جاي نحكي عن حوار استراتيجي الجولة الثانية. لا الحوار. خلص ملفات. لا الحوار الاستراتيجي لم يناقش انسحاب القوات الأمريكية. صحيح. ولهذا عندما أصبح حديث في البرلمان وفي الأجواء السياسية حول موضوع انسحاب القوات الأمريكية، شكل رئيس الوزراء لجنة برئاسة السيد وزير الخارجية وعضوية المستشار الأمن الوطني، وكذلك رئيس أركان الجيش ومدير مكتب رئيس الوزراء، للبحث مع الأمريكان حول جدولة خروج القوات الأمريكية من العراق خارج
لقاءات الإطار الاستراتيجي والحوار الاستراتيجي الذي ينطلق غدا أو بعد غد. هاي تأكد؟ نعم. هذا هو الواقع. هسه هذا الواقع. الحوار الاستراتيجي راح يقعدون يناقشوا. يناقشوا. قسم ملفات. سياسة اقتصاد. هو هذا المكافحة داعش. امتداد إلى الإطار الاستراتيجي الذي بدأ عام 2008. والله ما يقدرون دولة القائد. نعم. إلا يربطوها ويا الحجي. إلا يربطوها ويا الحجي. هو هذا الواقع مو مسألة ربط. هذا الواقع الموجود. بس لم ولن يناقشوه. نعم. لن لو لا. لم. لا. يعني ممكن أقول لن لأنه هناك لجنة خاصة لموضوع جدولة خروج القوات الأمريكية من العراق بناء على القرار الذي اتخذ في البرلمان في 5/1/2020 بإخراج القوات الأمريكية من العراق. جيد أستاذ قاطع. نعم. خليني نبدي وياك متداعيات قرار الموازنة. نعم. أستعدنا كل شيء بالعالم يقول لك كل شيء حدث يصير ما بعده ليس كما قبل. أكيد. هسه ما بعد قرار الموازنة. نعم. يمكن أكو بعض الأمور راح تصير أكثر تعقيداً كدولة قانون. أنتم يمكن راح تلجؤون إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالموازنة، لأن هذا الطعن عليه مواد راح تطعنون به. شوف أستاذ هشام، الجميع متفق أن هذه الموازنة فيها قضايا كثيرة جداً تختلف عن الواقع الاقتصادي الذي يعيشه العراق. زين. وتختلف اختلاف كبير عن الورقة الاقتصادية التي قدمها رئيس الوزراء قبل إعداد الموازنة بعدة أشهر. ولهذا تلاحظ أنه هذه الموازنة جاءت فضفاضة وجاءت فيها أرقام كبيرة، ولهذا اللجنة النيابية لجنة المالية في البرلمان حاولت أن تقلل من المبالغ اللي موجودة بقدر كبير، وحاولت أن ترفع من قيمة البرميل العراقي من 42 إلى 45، وكذلك بعض الإجراءات الكثيرة على الكثير من قوانين الموازنة. جميل. نحن كدولة قانون كان لنا في بداية الأمر اعتراض على الكثير من المواد اللي موجودة، وأهمها هو مسألة سعر الدولار وارتفاعه بما يتناسب سلبا مع الوضع السيء للاقتصاد وللفرد العراقي. هاي شماعة. وحدد ليس شماعة وليس قضية دعائية، وإنما نحن هذا ما نؤمن به. عم البنك المركزي يقول هي هاي بس مجرد استهلاك حتى ترويج انتخابي. أبد ليس لها علاقة. وراح نروح إلى مذبحة اقتصادية إذا ما سوينا. للعلم. للعلم والإطلاع، وأرجو أنه كل الشعب العراقي يعلم، البنك الدولي بعث رسالة إلى الحكومة العراقية وخبرهم أنه ممكن أن يرتفع قيمة الدولار أقصى حد إلى 135. وهذا كتاب رسمي. مزين. من البنك الدولي إلى الحكومة العراقية، ولكن الحكومة العراقية طفرت إلى 145,000. البنك المركزي قال لهم من 130 إلى 135 ممكن أن تتعاملون مع الدينار العراقي. قانونيين. نعم. وخبراء مصرفيين. نعم. وأهل البنك المركزي. نعم. هاي صلاحيات حصرية للبنك المركزي. من يرسم هذه السياسة هو مجلس الوزراء حال السياسات الخارجية. حسن. بالتالي أنتم كمجلس نواب يا أخي شلكم علاقة؟ لا شوف، مجلس الوزراء واجب أن يرسم السياسة الخارجية والسياسة المالية للدولة. زين. والبنك المركزي ارتباطه رسميا ليس بمجلس الوزراء، ارتباط البنك المركزي في البرلمان. شلون هذا حكوانها؟ طبعا لا، شو هيئة مستقلة؟ هيئة مستقلة في قضاياها الإدارية. شلون ما بس هو لا، ارتباط الرسمي، ارتباط الرسمي هو مثل هيئة النزاهة، مثل بعض الهيئات لا ما عنده ارتباط بقدر ما عنده مثلا هو متابعة من قبل مجلس النواب. هو كذلك. لا بس لا ارتباط ماكو ارتباط. لا مو ارتباط إداري وارتباط، وإنما ارتباط يعني ارتباط فني. زين. الارتباط الفني هو مع البرلمان، ليس مجلس الوزراء هو المسؤول عليه مباشرة. المسؤول والذي يحاسب حول هذه الأمور هو البرلمان. رئيس اللجنة المالية يقول كل الكتل السياسية. نعم. كانت حاضرة بالاجتماع وصوتت على سعر صرف الدولار. مع كل احترامي للسيد رئيس اللجنة المالية، هذا الكلام غير دقيق. كثير من الكتل اعترضت على هذا الأمر، ومنها دولة القانون. عدد للمعترضين. دولة القانون واحد، والنهج مين؟ كانوا، وحتى بعض الأخوة من الفتح كانوا معترضين. بعد ذلك من صارت مفاوضات وصارت بعض الأمور مع بعض الجهات تغير الوضع.
بعض الأخوة. نعم. عجبتنا هاي. إيه طبعا. إيه أخوة. أخوة طبعا. المعترضين أخوة. طبعا. الغير معترضين لا. إن شاء الله أخوة. كسر عظم صار. لا لا إن شاء الله ما كسر عظم. من المعترضين من الأخوة في الفتح كما وصفتهم؟ بالضبط ما أدري. لا أنا ما كنت حاضر في اللقاءات. راح أسهلها عليك. نعم. هسه اللي صار وياكم في الفتح. نعم. يمكن النهج ودولة القانون معترضين. نعم. الفتح اللي هو أقرب حليف لكم. نعم. بعد اللي سواه وصوت على الموازنة. نقدر نقول راح يصير هذا تخلي؟ لا شوف راح يصير اكو انشقاق؟ لا راح يصير تباعد؟ لا لا ابد. هو احنا من البدايه ماكو عندنا فد شيء مدموجين احنا واحد حتى ممكن يكون انشقاق او يكون انفصال. قضايا سياسيه ممكن ان نلتقي فيها في بعض الامور وممكن نختلف فيها. زين راح اعيدك اياها بصوره اوضح. إيه لا هذا الواقع السياسي. تخلي الفتح عنكم. نعم. وعدم يعني ما مشوية رأيكم أو ما ضامن وياه راح يخليكم أو راح يدفعكم إلى إعادة النظر بتحالفاتكم المستقبلية مع الفتح؟ لا هذا قد مو مشكلة. يعني هذه التحالفات ودراسة التحالفات ممكن خاضعة إلى أي طارئ موجود. زين. سواء كان طارئ الموازنة أو غير أمور أخرى ممكن تناقش، ممكن هذا يؤثر أو ممكن لا يؤثر، لأن هذا رأيهم وهذا الرأي اللي هم يواجهون به المواطن العراقي. هذه القضية قضية الموازنة متصلة مع المواطن، متصلة مع الفقير، متصلة مع الطبقات الهشة من المجتمع العراقي. ليس مسألة يعني المسألة سياسية أو مسألة انتخابية أو مسألة دعائية. طيب كل من رأيه هذا ما نعتقد به. كل من رأيه. نعم. بس زميلة عندكم بدولة القانون. نعم. تقول هاي الفتح متعلم ويانا بالليل يتفق والصبح يقلب علينا. هاي صحيحة؟ لا مو دقيقة جدا. آه. يعني قد يكون في لا تتناغم اليوم. لا 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 لا, لا, لا تلعب على وتر الدبلوماسي. ابدا ما اتناغم على وضع دبلوماسي ابدا، وانما انا صريح واقول لك هذا الامر. نحن مع الفتح اخوة، قد نتلاقى في كثير من القضايا وقد نختلف في كثير من الامور السياسية وغير السياسية. فهذه المسألة ابدا يعني احنا اختلفنا، هم رأيهم في هذا الامر، هم يصورون أنه المسألة فيها مصلحة لصالح الموازنة ولصالح الحكومة. نحن نقول أنه المصلحة التي نعمل بها هي مصلحة الشعب العراقي ومصلحة الإنسان الفقير ومصلحة الشارع العراقي. إيش قد راح تحصلون على هذا الخطاب الانتخاب المبكر؟ أولا إحنا لم تحصلون توقعاتكم. إحنا حساباتنا مو هذه الحسابات، ليس حسابات مثل حسابات الآخرين يفكرون بهذه الأمور. ما. إحنا حساباتنا ما يستفيده المواطن العراقي. زي. أبدا بعيدا عن القضايا السياسية وبعيدا عن المصلحة وبعيدا عن الانتخابات. ثق إذا أستاذ هشام. يمكن بعض المواطنين يسمعون هذا الحكي. نعم. يقول لك هو المواطن شو استفاد؟ صار له 18 سنة حتى وقفت على هاي راح يستفاد من عدها وصير قمر. لا لا شوف أستاذ هشام، أنت انظر للمواطن كم استفاد من حكومة السيد المالكي 8 سنوات وكم استفاد من الحكومات التي تلت حكومة السيد المالكي حتى تعرف انه اسويها استفتاء دولة إيه حتى تعرف والله اسويها استفتاء. ايوه عم هاي استفتاء. احسنت اعمل اي استفتاء على الصفحه، اعمل استفتاء وشوف. لا هسه بث مباشر وهاي استفتاء بالتعليقات. خلي نشوف حلو، خلي نشوف الناس تقول ايش قد استفادينا من حكومة السيد المالكي. كلش ممتاز. زين اريد اسال انه شنو المشكله هسه اللي جاي يصير ويا رئيس اللجنه الماليه؟ يمكن الكثير من النواب بدأوا يهاجمون رئيس اللجنة هسه بسبب تصريحاته الأخيرة، بسبب أداء اللي صار مجلس النواب. شنو الفيلم؟ فهمنا إياه يعني بدون دبلوماسي. هو طبعا الفيلم قوي جدا. فيلم هندي؟ مو هندي، جوز أكثر من هندي إذا كان أكو فيلم. أوسكار ما أدري هو يسموه. إيه المشكلة إنه هذه الموازنة فيها كثير من القضايا التي شوشت الكثير من ما كان يجرى بالموازنات الأخرى. زين. ولهذا المسؤول الأول هو رئيس اللجنة المالية وأعضاء اللجنة المالية ورئاسة البرلمان. وأنت تعلم أنه اللقاءات التي تمت بين رئاسة البرلمان وبين اللجنة المالية عشرات اللقاءات. ما عندكم عضو؟ عشرات اللقاءات. عضو بالمالية؟ إحنا عندنا عضو في المالية وانسحب ورجع. انسحب ورجع في سبيل أنه يتابع بعض القضايا، لأن ما ردنا أنه تكون القضايا ف
واقعة جدا، ونفقد صوتنا ونفقد رأينا بالموازنة. وإلا إحنا رأينا من أول مرة قلنا أنه كثير من القضايا التي لا تتناسب مع واقع المواطن العراقي في الوقت الحاضر، ولهذا عضونا انسحب من اللجنة وبعد ذلك رجع خلي تابع. شفتوا ماكو جدول من الانسحاب، يا بس انت انسحبت وقعدت يمنا بالمجلس النواب، دروح شوف انه جاي يصير باللجنه الماليه، دروح معود يقول ممكن هذا، ممكن هذا صحيح. اي يا ابن الحلال قوم، لا لا قوم قاعد مقابلنا على شنو، قوم قاعد باللجنه الماليه. لا الاصوات في اللجنه الماليه بعض الاحيان تؤخذ بالاجماع وبعض الاحيان بالاكثريه. طيب فهو الرجل واحد، يعني سواء كان بقى او ما بقى قد يكون صوته ما ياثر الا رايه اذا كان صائب يقنع الاخرين. زين هذا أريد أسأل على موضوع، أنت حضرتك عضو لجنة أمن ودفاع، لكن قبلها بس شنو المواد ما قلت لي اللي راح تطعنون بها بموازنة؟ كثير مواد مثل؟ يعني أنا ما أستحضرها، بس أول مرة العملة. الشيء الثاني قضية الأراضي وتجريف الأراضي، قضية المصانع وبيع المصانع العراقية أصول الدولة. هذه اللي تعرض، يعني تعرض العراق إلى تفكيك كامل. زين. يعني خردة يصير العراق. هذه القضايا اللي ممكن، وإحنا عندنا لجنة ممكن قانونية تلاحظ أنه ما هي القضايا اللي ممكن الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية. طيب شنو قصة المسوخة عقودهم من الحشد؟ نواب يأكدون، نواب ينفون، رئيس اللجنة المالية وضحها بتفاصيله، قال أبشنا ضحكها، إحنا المصوتين عليها كذا تريليون، كذا مليار، والعدد هذا منين راح يجيبوا المسوخة عقودهم؟ أحسنت. المسألة بالتفصيل لم يذكر موضوع المفسوخة عقودهم، وإنما ذكرت الموازنة التي تعطى للحشد. والموازنة التي تعطى للحشد هو الحشد حر في التصرف فيها، سواء كان إرجاع المفسوخة عقودهم أو زيادة الرواتب بالنسبة إلى أفراد قرروا الحشد. الرواتب لا قرروا الرواتب على 1400. نعم هو هذا الموضوع، ولهذا موازنة الحشد هي التي تحدد كم من المفسوخة عقودهم يرجعوا. هذه المسألة يعني هسه 30 ألف يرجعون؟ 30 أو أقل من 30، ويظل هيئة العشد بدون موازنة تشغيلية، لا فلوس البنزين ولا لا يمكن أن يرجعوا 30. وإنما يرجعون بالقدر اللي ممكن أنه يسدون حاجتهم الأساسية في عملهم. نص ل 30، ربع ل 30، ممكن ربع أو نص أو أكثر، هم يحددوه، هم يحددون. بس ما المذكورة مفسوخة عقودهم ماكو أبدا. رحمة على والدي طبعا، كحاليتها أنه كشخص محايد. نعم. يمكن خلاش على الوزارات الأمنية إلى حصة الأسد بكل موازنة. نعم. جدولت تخصيصاتها بال 2021. والله بالضبط ما أستحضر، بس مبالغ جيدة، يعني حاولوا أن يعطوهم المبالغ اللي ممكن أن يسدون بها كثير من القضايا. زين. سواء كان الداخلية أو الدفاع. أردعش على الصفقة. وحتى الأجهزة الأمنية. زين. أردعش على الصفقة. استعالي نصيف. نعم. كان جالس مكانك. نعم. تقول هاي الموازنة أسست لصفقة كرسي الحكومة المقبل بين ثلاث أطراف. بين طرف يحاول البحث ويتمنى الوصول إلى رئاسة الوزراء. رئاسة الوزراء. نعم. هاي واضحة خوب. تيار الصدري. نعم. وبين طرف آخر أنه يريد الوصول إلى رئاسة الجمهورية وإعادة الولاية لطرف آخر. ومعروف هذا. زين. نعم. شنو هاي الصفقة؟ أكو هيجي؟ شوف يعني هاي مجلس نواب موازنة شعب صفقات؟ هو المشكلة أنه القضايا السياسية ممكن أنه واحد يحللها حسب ما يشوف الواقع الموجود. زين. أكو بعض الأخبار التي تدلل على ما تفضلت به. هناك زيارات، وهناك طرح، وهناك لقاءات أكثر من مرة بين هذه الأطراف اللي موجودة. ممكن السيدة عالية استنتجت من هذه الأمور هذا المحصلة. لا أكو فرق بين استنتاج وبين معلومة وبين شخص واثق من حاجية. إذا كانت جيد، إذا كانت معلومة هي واثقة ممتاز. ممتاز. إيه؟ لكن أنا اللي السؤال اللي خلاني يعني يدور ببالي. نعم. دولة القانون وين؟ تقولها سيد المالكي، لعبة سياسية، دولة العميقة. اولا خلنا نشوف ركنا على 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 لا جناب، لا احنا ما جاي نتعامل مع هذه الامور من خلال تحالفات معينه، ومن خلال وما عندنا طموح ان نصل الى وضع اكثر من ما احنا عليه. زين. والسيد المالكي اكثر من مره صرح بهذا العمل. احنا نعمل بما يملي علينا ضميرنا والمصلحه الوطنيه. بالنسبه للعلاقات احنا
ما ننكر أنه إحنا عندنا علاقات مع الجميع، ونريد نطور هذه العلاقات مع الجميع سواء كان في المستقبل أو في الوقت الحاضر، وما ننكر على الآخرين أن يكونون لديهم علاقات ثنائية أو ثلاثية في سبيل أنه يحققون بعض المصالح الموجودة. أما قضية العميقة، ليش دبلوماسي اليوم هالقد؟ لا مو دبلوماسي، لا أبدا، لا والله، ليش لا مو بس هذا الواقع. شنو اللي جاي يصير هسه؟ شنو جاي يصير؟ هذا الواقع الموجود. طبعا هي السياسة لابد أنه يكون، لا عدم السياسة الساحة السياسية حبلة بكثير من الأمور، ما نعرف في أي وقت تلد هذه المرأة الحبلة. واحدة منهم من حسب الملامح والمعطيات اللي عندك، واحدة كما تفضلت وقلت أن هذه الموازنة لم تأتي بهذا الوضع إلا من خلال وضع معين اتجاه مستقبل انتخابي أو مستقبل أبعد من الوضع الانتخابي. من هذول الأطراف المشتركين بي؟ الأطراف اللي ذكرتهم أنت، يعني سواء كان أطراف شيعية أو كردية أو سنية. يعني نقول باختصار الموازنة رسمت ملامح الحكومة القادمة؟ ممكن اللي رسمها يطمح لهذا العمل، بس مو بالأكيد أنه راح تتحقق هذه الأحلام والأطماع. طبعا تقول هيك إذا هي رسمت الملامح، يعني دولة القانون خارج قوس. طبعا تقول هيك مستحيل أن تبقى دولة القانون خارج القوس. أبدا. شو راح تسوي؟ لا دولة القانون لديها سياسة، ودولة القانون لديها المعرفة الدقيقة بالواقع الذي يعيشه الشعب العراقي، وكذلك بالواقع اللي تعيشه الأطراف الأخرى. مفاوضات اللحظة الأخيرة. المفاوضات اللحظة الأخيرة ممكن أن تلد كثير من الأمور. زي. ممكن هناك مفاجآت كثيرة. ممكن أنه. لا ممكن مفاجآت، أكو تأثيرات. المالكي يرجع رئيس وزراء. خارجية. المالكي أكثر من مرة قال أنا ما أطمح إلى رئاسة الوزراء. ولكن إذا لا. كان لا إذا كانت مصلحة وطنية. أخيراً صار بمجال. إيه إذا. لا الأخير صار بمجال. لا ممكن لا من بداية الأمر. قال أنا لا أطمح إلى رئاسة الوزراء، ولكن إذا كانت هناك مصلحة وطنية لخدمة البلد أنا ما عندي مانع أن أضحي بكل ما أملك بهذا الشيء. ما أتردد وأصير رئيس وزراء. يعني هاي المفاجآت قد تحصل نفس ما ذكرت. والله السياسة هي لا تستبعد فيها أي شيء. أم المفاجآت. قراءاتكم يعني تصير؟ ممكن إيه أنا أقول الصير. أنت انظر. لا لا أنا أقول الصير. لا لا. بحاله وحده. إذا الصالح السيد مقتدى الصدر ويا سيد. لا 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 بغض النظر بغض النظر عن المصالحة، ولكن انظر الآن للشارع، انظر للشارع العراقي وحقق بهذا الأمر ومن هو الرابح. زين. هذا. انظر للشارع وشوف تداعيات الشارع الموجودة. زين. إيه. من هو الرابح ومن انا جاي اقول لك الصير ومن المستفيد اذا صالح سيد مقتدى الصدر ويا سيد المالكي اي مو بالضروره مو يعني هي ماكو فد عداوه مستفحله بين السيد المالكي والسيد الصدر. اكو قطيعه يعني القطيعه هذه ممكن لقضايا امور اخرى اذا كانت اكو مصلحه وطنيه كبرى ممكن ان تتلاشى هذه القطيعه. صورة تقول اكو بعض الرسائل ايه؟ اللي جتكم وصلتكم ايه؟ انه يابا كافي ايه؟ حلوها لا أتبقوا هيك معلقة بين السيد مقتدى وبين السيد المالكي. أنا هذا الرسائل السرية ما أتعامل بها. والله أنت ما تعامل بها وجايب حجي. الله يسلمك. هذا كله. أكو هيك رسائل؟ ما أدري. قد نرى المالكي في الحنانة قريبا؟ ما عندي معطيات هذا الأمر. وماكو مقدمات حقيقية اللي يعني توحي لهذه المسألة. شغلة مطولة. نروح على غير روح زين شنو هالاطراف الدوليه الداخله على الموضوع على الملف اكو هيجي طبعا من 2003 لحد الان العراق لا تخلو منه اليد الاجنبيه لا 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 بين الوطني بين السيد الصدر والسيد المالكي لا 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 اتصور هذا الامر المتحدث باسم السيد مقتدى يقول اكو دوله عربيه دخلت على خط الازمه وتريد الصالح السيد مقتدى ويا السيد ما عندي علم بهذا الامر ما عندي ابدا علم. زين ممكن هو الاخ عنده علم المفروض انت تساله من وين هو الاخ اللي تكلم بهذا الامر لا من التقي ابو اسراء ان شاء الله اسأل. ان شاء الله ما بقى اكيد اكيد خلي اسالك على انه هل فعلا اليوم قاهاني موجود في بغداد او اليوم غادر الى طهران هسه كل عرفت سولف لا ثق لا لا ثق ما عندي علم لا لا ما عندي علم بالاطراف الاخرى ما عندي علم ما عندك علم انا اريد اسال بعدين مو صعوبه انه قاهاني يجي ويروح ليس المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة زين
سيد المالك عنده تصريح يقول قبل أيام أردت في ظل السلاح، يعني هسه البعض فسره بأن هناك رغبة داخل دول القانون وبعض الكتل بتأجيل الانتخابات، يقول في ظل استمرار السلاح لا يمكن إجراء الانتخابات. هسه تفسيره نفس ما قلت لك أنه البعض ذهب باتجاه أنه دولة القانون مو مع إجراء الانتخابات. لا، دولة القانون من أول الكتل التي وافقت على إجراء الانتخابات في 6/6 أو في 10/10، ولكن هناك بعض المعطيات اللي موجودة في الشارع وكذلك في ظل الوضع وتأسيس المحكمة الاتحادية. أنت تعلم أنه مجالس المحافظات قدمت شكوى إلى المحكمة الاتحادية، ممكن أن المحكمة الاتحادية تنظر في هذه الشكوى وتعيد مجالس المحافظات. إذا أعيدت مجالس المحافظات ممكن مفوضية الانتخابات لديها رأي آخر أن تكون انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات البرلمان تكون في يوم واحد، ولهذا ممكن يتطلب الوضع إلى 2022 شهر الرابع الخامس. ممكن هذا الأمر. ممكن هذه المسألة اللي تفكر فيها مفوضية الانتخابات حاليا. نعم حاليا المفوضية جاي تفكر بتأجيل الانتخابات. لا مو تفكر، وإنما إذا كان أكو قرار بإعادة مجالس المحافظات لأنه الوضع الاقتصادي ما يساعد الحكومة العراقية أن يكون أن تكون انتخابات مجالس محافظات وانتخابات برلمان تكلف الحكومة أموال كثيرة. نسهلها على المشاهد. نعم، إذا رجعوا مجالس المحافظات أو رجعت مجالس المحافظات فأورد انتخابات تأجل. انتخابات تتأجل لأنه ما عندها المفوضية استعداد أن تكون انتخابات في هذا الوقت وبهذه السرعة. أنت سمعتوا إذا رجعت مجالس المحافظات خلاص. سمعوا وعرفوا. رايحين لتأجيل الانتخابات. وهذا الوضع. إذا رجعت مجالس المحافظات هسه إحنا ندري دولة القانون متبني هذا الرأي بعودة مجالس المحافظات، يقول لك البعض يقول لك راح يلعب بيها دولة القانون، ما يبقى ولا محافظ خاصة المحافظات اللي عنده بيها أغلبية. ما بيها شيء؟ لا يعني لا ما بيها شيء إذا كان أكو حاجة إلى تغيير محافظ أو تغيير مسؤولين آخرين. ما زين لا ضير لذلك. بأسئلة أخيرة باعتبار أنه خصصنا جزء للناصرية وحضرتك من ذي قار. نعم. أول شيء المالكي التقى بقاني من إجا؟ لا أعلم. من أنا مو ناطق. عمي أنت مو ناطق. لا مو ناطق. عمي هذا راح أسوي استفتاء. قل هو مجاهد شنو بالنسبة للمالكي؟ وين قربة عن المالكي؟ مو مشكلة هي بس مو ناطق أنا. خلنا نتعلم. مو ناطق. خلنا نتعلم. مخول بالناطق السيد المالكي. خلنا خلصك. نعم. نجي على الذقار. نعم. رئيس مجلس الوزراء كلف السيد حسب بعض الأنباء كلف السيد أحمد الخفاجي بإدارة محافظة الناصرية. نقدر نقول هذا راح يساعد بتهدئة الأجواء في محافظة ذقار. أنت تعلم أنه منذ بداية المظاهرات لحد الآن محافظة ذقار الوحيدة التي لم تهدأ. زين. وقدمت الكثير من الشهداء من المتظاهرين ومن القوات الأمنية. طيب. نأمل أن يكون التعيين الجديد للمحافظ الجديد وهو الدكتور أحمد الخفاجي أن يكون باعث خير لهذه المحافظة، ونأمل أنه يتعامل السيد الدكتور مع هذه المحافظة كما يتعامل مع مرضاه وهو طبيب قلب ودقيق في التعامل. ممكن إن شاء الله أن يكون مفتاح خير إذا كان هو يتناسب مع هذا الموقع. نحن قبل أكثر من 20 يوم التقينا مع دولة رئيس الوزراء كنواب إلى محافظة ذقار، وكان حديث طويل حول اختيار محافظ، وكان القرار من كل الأخوة النواب وخولوا دولة رئيس الوزراء باختيار المحافظ، ولكن هناك شروط. أولا استقلالية المحافظ أن لا يتبع إلى أي جهة سياسية، وكذلك قوته وشخصيته ونزاهته. فممكن أنه إن شاء الله وقع الاختيار على دكتور أحمد الخفاجي، وإن شاء الله يكون يعني اختيار موفق لهذه المحافظة. هو مستقل وتابع لجهة سياسية. أنا الرجل سألته أكثر من مرة. قال لي إنه مستقل وليس له علاقة مع أي طرف سياسي. السؤال السليق لك أنا مستقل، بس سولف لي أنتم معلوماتكم اللي عندكم كدولة قانون. أنا كمعلوماتي اللي أعرفها إنه الرجل مستقل في الوقت الحاضر. مستقل. ممكن كانت عنده علاقات
أخرى سابقاً ولكن الآن ممكن مع بعض الأطراف بس ما أدري بالدقة لا أعلم بالدقة ما تعلم بس بالدقة. الآن حسب تصريحه هو أنه مستقل وليس له علاقة بأي طرف سياسي دولة القانون نعم. داعم لشخص أحمد الخفاجي لتولي محافظة نحن ندعم أي شخص يكون اختيار له من قبل رئيس الوزراء موفق ويتناسب مع تطلعات شعب ذي قار. زين وهسه شو تشوفون بأحمد الخفاجي؟ اختيار موفق؟ نعمل أنه يكون اختيار موفق بما أنه هو دكتور ودكتور جيد في القلب إن شاء الله يتعامل مع قلوب أهل ذي قار كما يتعامل مع المرضى. بدختم وياك أنا بس ما أدري يمكن رئيس مجلس الوزراء اليوم بجلسة مجلس الوزراء قال باكر راح نعلن عن قتلة المتظاهرين في ذي قار. نعم. راح يساهم في تخفيف حدة التظاهرات. شو هذه أحد المطالب اللي نادوا بها المتظاهرين ومع الأسف لحد الآن لم تعلن النتائج الأولى حول التحقيقات التي جرت. الآن هناك بعض المعتقلين فممكن أنه تعلن هذه النتائج وتكون فاتحة لكثير من القضايا التي تعرض لها المتظاهرين. هم طرف ثالث بقضية ذي قارة كله؟ لا يوجد طرف ثالث، ما أظن هناك طرف ثالث في ذي قارة. أنا أشكرك شكر جزيل سيد قاطع الركابي نائب عن دولة القانون عبر وكالة الدفاع النيابية على كل ما تفضل. شكرا لك ولكل المشاهدين و نتمنى لك إن شاء الله رمضان كريم ولكل المشاهدين هذا رمضان كريم إن شاء الله. شرفنا بالبرنامج إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله يسلمك. شكرا جزيلا. الله يسلمك. مرحبا بكم من جديد وأناقش في الملف الثاني في هذه الحلقة مع السيد بليغ أبو قلل عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة. يا هلا بسيد بليغ. الله شلونك؟ شو أخبارك؟ شلون صحة؟ صحتك؟ شلون الأحوال؟ عزيز سادة هشام أهلا ومرحبا. يا الله مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية. أنت ما سمعت العصفورة بالبداية؟ لا والله للأسف. العصفورة تقول التحالفات كلها كذب بكذب، يقعدوا لك 3 الفجر 4 الفجر مسامر وحبيبي وأحبك أنا وما أدري شنو، وأنا وياك الصبح يقلب عليه كلام الليل يمحوه النهار. هاي حقيقية جاي تصير يومكم؟ يعني إحنا ما عندنا حقيقة لحد هذه اللحظات. أولا أرحب بك ولمشاهدي قناة الشرقية. لحد هذه اللحظات بصدق أقولها لم يتحدث معنا طرف وأخلف. حلو. يعني صريحين معنا، فيهم من قال نحن معكم ونمضي بشروط غير الاتحاد الوطني منه. يعني اكو طرف سني مهم هو موافق، ولكن ايضا احنا نريد نشكل التحالف العابر للمكونات. استاذ هشام هذا يجب ان فعلا يصير تحالف عابر للمكونات، فاذا يتوقف على طرف رئيس كالكرد ولحد الان ما حسموا امرهم قطعا هو يعرقل. أكيد. ما يصير بعد بقيمه ونستطيع ان نسميه تحالف عابر للمكونات. الطرف الرئيسي الكردي الذي لا بد له ان يدخل بهذا التحالف وحسب بعض الكتل السياسيه هو الحزب الديمقراطي الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني حد الان لم يحسم امره. نعم صحيح. وهناك توافق مع الاتحاد الوطني. لا، الاتحاد الوطني من حيث المبدا قابل للفكره. زين. الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا من حيث المبدأ قابل للفكرة، ولكنه لديه بعض يعني الآليات والسياقات اللي يشترط توفرها حتى يمضي بهذا التحالف. زين. الطرف السني منه؟ بالتالي يعني ما يصير أنا أقول الآن وهو غير مكتمل التحالف، عندنا شهر بعد من الآن. لا مو هو تخرب علينا السالفة يعني مثلا لكن على العموم احنا ثلثي التحالف عملا هو مكتمل، لكن هذا التحالف هو مو يعني انه ذاك اكتمل ثلثي فهو قريب ان يكتمل. لا، هو يجب 3 أثلاث تقبل، اي واحد ما يقبل سيكون معرقل للتحالف. سيكون معرقل بس هسه الثلث قابل. ثلثين للاطراف قابله وماشي. نعم ماشي. باقي بالثلث. احنا باقي هو قلت لك الطرف الكردي اذا حسم امره خلاص ماشيين بالتحالف العابر. نعم هذا التحالف يمضي وفيه الخير للعراق. سيد بليغ كاتب تغريده بها حزتها بالاخير تقول ستريد تتباهت يا الحكمه، احنا حتى اذا بينا فاسد فهو يختلف لان الوحيد اللي يلزموه يحاكمه.
بس أنا اللي فهمته من التغريدة إن عندكم فاسدين، بس اللي فهمته من الفاسد اللي يتحاكم من الحكمة. يعني أول ما راح بالي على شخصية سابقة كانت تشغل منصب محافظ واسط، هو هذا كان المقصود؟ لا، مو هذا المقصود. احنا القصد اولا استاذ هشام، اولا احنا كيان سياسي زين، لا ندعي العصمة ولا ندعي انه احنا كل احنا خيرين، فينا من ربما يسيء، ولكن ما يميزنا اولا احنا لا نغطي على فاسد ولا نقبل ان يغطى عليه، واذا كان ولا نضغط على القضاء مطلقا اذا كان فينا فاسد وتم مسكه بالدليل. زين، احنا نقف مع القضاء بالضد من صاحبنا. حلو. في مسارات متعدده، سواء على مستوى موظفين صغار او على مستوى موظفين كبار، احنا بالنسبه ان القضاء اولا واخرا، ويشهد لنا من القضاء ومن جميع الآخرين أنه إحنا لا نقف مع الفاسد إذا ثبت أنه فاسد، ندافع عن رجالنا ما داموا على حق. حلو. ولكن ما أن يتم إبراز دليل حقيقي على فساد أحدهم، قطعا لا نضغط على القضاء ولا نطلب أنه تعالوا تجاوزوا عن هذا الدليل. ما تسألني أقول لك هواية مساحات إحنا أثبتنا فيها هذه القضية. لأن ما عندكم ميليشيات؟ لأن لا، مو بس لأن ما عندنا ميليشيات، لأن إحنا نهجنا يختلف. إحنا نريد أن نبني دولة، ونريد فعلا في بناء الدولة نعتقد أنه إذا نريد نبلش بالفساد يجب أن نبلش من الرؤوس الكبيرة وليس مما دونهم. حلو. هذا هو المسار الصحيح، ولا نتورع بأن ندعم رئيس الوزراء أو مجلس القضاء في هذا الاتجاه. بعض الشخصيات أو حتى آراء الناس يقول لك انه تيار الحكمه ما محتاج ميليشيات، ما محتاج ميليشيات، عنده شخصيه تاريخيه، عندها جذور تاريخيه، عنده ثقل سياسي، هذا يقدر ياثر. فبالسياسه بالدبلوماسيه نقدر نجيب نتائج افضل من الميليشيات. جيد. فهو احنا نمارس سياسه، يعني احنا نسلك السلوك الصحيح والطريق الصحيح اللي المفترض السياسي سلكه. زين. فاذا عندنا تاثير سياسي هذا امر طبيعي، كل واحد قوه وحتى القوة السياسية. وبالتالي أنا ما عندي لا تهديد. وزن الشخصية كسيد عمار يقول لك هي قد تعبر وزن أوزان من ميليشيات. اليوم الأوزان، بس هذا اليوم المرجعية العليا عندها تأثير سياسي. زين. عندها ميليشيات. طيب. هل يلام شخص أنه إذا عنده ثقل سياسي؟ بالعكس، أصلا يجب أن يمتدح، لأن أنت دا تمارس العمل بآلياته. طيب. وسلوكه. فعندك ثقل سياسي، عندك قوة سياسية، ولكنك لا تستخدم أدوات أخرى ليست أدوات سياسية في سبيل أن تحقق مكاسب سياسية. أنا لا أستخدم السلاح، ولا أستخدم المال، ولا أستخدم التهديدات، ولا أستخدم الملفات في سبيل أن أحقق غاياتي السياسية. أنا أستخدم طريقتي وإقناعي ومشروعي في سبيل أن أحقق غاياتي. قد نختلف مع الآخرين، بالتالي مو كل الناس إحنا نعجبها، وهذا حقهم، وقد يشكلون علينا وهذا حقهم، بس بالتالي تبقى أدواتي أدوات سياسية. طيب. لا ترقى، ولا يمكن أن أسمح لنفسي أن أستخدم أدوات خارج السياسة لكي أحقق فيها مكاسب سياسية، ولا أستخدم أيضا، مهم وإحنا هذا سلوكنا مو من الآن أيضا جديد، لا أستخدم الدين ولا أسيس الدين في سبيل أحقق. أنت طلعت قصدي وهذا في سبيل أحقق أغراض سياسية، هذا اعتراف جيد. لا لا، وصلت إلى مرحلة أنه الإسلام السياسي ما عاد يجدي نفعا، فبالتالي أنا إذا أضل من هذا الغطاء مو ما عاد الإسلام السياسي. شوف إحنا من أول شنو هو الإسلام السياسي تعريف أستاذ هشام؟ عشان نقول هذا حزب إسلام سياسي، أنا تقديري فهمي أن الحزب اللي عنده يعني نموذج الإسلام السياسي هو الحزب الذي يسعى إلى دولة دينية. زين. كل حزب حتى لو كانت جذور إسلامية ولكنه لا يسعى إلى حكومة. الفهم الآخر الفهم الآخر يقول أنه كل من يتخذ الدين غطاء سياسي له. طبعا وهذا خطأ، ولذلك وذلك سيد عمار ماذا يقول؟ يقول نحن مع التدين السياسي وليس مع تسييس الدين. أكو فرق، سياسي يصير متدين عنده أخلاق محترم يراعي الله في الناس،
هذا سياسي متدين، ولكن أن تسيس الدين وتستغل الدين في مآرب سياسية هذا هم إسلام سياسي. ومعناه أنت تريد تروح لتشكيل دولة دينية، دولة ثيوقراطية. طيب. إحنا لا نؤمن بذلك مطلقا. غريمكم السابق المجلس الأعلى البارحة انتخب السيد همام حمودي رئيسا للمجلس، شو نشوفون غريمكم السابق وهو يتخذ لحد هذه اللحظة الإسلام السياسي أو نهج الإسلام السياسي؟ يعني ومو غريم، قلت لك إحنا ما يعني إحنا لا ننظر إلى أن لدينا غرماء أو خصماء في العمل السياسي. إحنا نبقى متنافسين، إخوة نتنافس فيما بيننا، إلا من يستخدم السلاح لقتل الناس هذا إحنا نعتبره عدو قطعا. تذكرتني بيها، تفضل. جيد. فلذلك إحنا ما عدنا الأخوة في المجلس الأعلى، مع كل احترام لتاريخهم، هاي خطوة جيدة، تجديد الهيئة العامة، العمل والمضي في هذه القضية. نسأل الله أن يوفقوا في هذا الموضوع ويوفقوا لخدمة ناسهم وشعبهم. هذا إذا قدروا ينتقلوا هذه الانتقالة، وربما هم الآن يحاولون أن يحققوا شيء تدري أنت في الانتخابات السابقة ما حققوا سوى نائبتين. أي. اليوم ربما هذه العودة، بس كان لهم رئاسة الوزراء، ها؟ ما حصلوا بس نائبتين لهم رئاسة الوزراء. يعني إيجا رئاسة الوزراء مو باسم المجلس الأعلى، وإن كان قريبا عليهم ولكن ليس باسم المجلس الأعلى، باسم الفتح وسائرون. شفت القوة وين؟ لا، إجا باسم الفتح وسائرون. لا هذا ما يرددوها سابقا، يقول لك احنا قواتنا شفتوها، كلام عندنا نائبين وجبنا رئاسة الوزراء. لا هذا كلام، لأنهم لم يكن لهم أي تأثير في قضية اختيار السيد عادل عبد المهدي. ما له تأثير أبدا، زيرو، إذا مو بالماينس. أوف. التأثير الحقيقي كان للفتح وسائرون، هم الذين أتوا بسيد عادل عبد المهدي، هذه هي المعادلة الحقيقية. فبالتالي اليوم هم الأخوة الأعزاء يريدوا أن يعيدوا نشاط، واستثمروها الفرصة من نجا سيد عادل عبد المهدي. يمكن استثمار، لكن أيضا ما يعني بالتالي الحكومة ما كانت حكومة ترفع الرأس حتى مثلا يعني واحد يقول أنا أستثمرها أو شيء. حكومة أغرقتنا في بحر من الدماء. الله التلميح أبلغ صدق من التصريح، الله العظيم. جيد. والله لا. أنا أشهد لك بذلك. أنا بدي أسأل على سؤال بعض التفصيل اللي طرقت لها، أنه اللي يحملون السلاح هم عدونا. نعم. كنت ذكرت التغريدة السيد عمار يتحدث بها، لابد لنا من الفرز أو فرز بين قوى الدولة وقوى لا دولة. زين، هسه إذا أنتوا ما فارزين وما بإمكانكم تفرزون، تريدون مواطن بسيط يفرز؟ لا، المواطن الآن مو بسيط. اللي يا أستاذ هشام ما يحتاج له ذكاء خارق، اللي شايل سلاح من اللي ما شايل سلاح. زين. ما يحتاج ذكاء خارق للناس، تعرف من يحمل السلاح ومن لا يحمل السلاح. زين. القوى التي مشاركة في العملية السياسية ولها قوى سياسية ولديها ميليشيات، الناس ما تحتاج انه ذكاء خارق حتى تفرق. كل الناس وكل شعبنا يعرفون. ولذلك احنا ندعو الى فرز المناهج. انت هسه تقول روح سمي، اقول بالنسبه لي انا قوه سياسيه. زين. انا ما اريد اخلق لنفسي خصوم وحرب بيناتنا، والناس ملت من الحروب والخصوم بين القوى السياسيه. انا ادعو الناس الى ان تختار قوى الدوله وتترك قوى اللا دوله، وتشكل لنا صفحتين، جهتين. يعني اذا ما تريد تدخل خصومه وياهم، يعني اكو امل بالتحالف وياهم؟ لا، اريد ادخل خصومه وياهم. عن طريق صندوق الاقتراع، هو اللي يفرز لي. زين. مو أنا أروح أشيل سلاحي بوجهي، هو شايل سلاح. زين. اليوم أنا شنو حلي كقوة سياسية؟ إذا شلت سلاح مثله صرت حالي من حالة. زين. ولكن طريقي إلى حصر السلاح هو أن أنا أكون بالدولة وقوى الدولة تقوى حتى نحصر السلاح بيد الدولة. تقول لي هذا سؤال مهم، تقول لي يا بزين أكو قوى سلاح قد تجي بالانتخابات. أي. أقول لك اليوم إذا ما حققنا 165 ولم نستطع تشكيل حكومة، أي، والناس ما أعطتنا أصواتها، شنو راح يصير؟ شنو الحل؟ لا، شنو الحل؟ شنو راح يصير؟ هو شنو الحل؟ لو الحل أنت تروح تقوي الدولة وتجيب قوى رصينة تؤمن بالدولة وتأتي ببعض هذه القوى بشروطك، أو تروح معارضة. زين. ما عندك حل آخر. وأنتوا شنو راح تنتهجوا؟ أنتوا إذا ما قدر تحالفكم العابر إحنا يجيب 165 فمن هسه احنا معارضة؟ لا، احنا نروح، ليش نروح معارضة؟ خل نروح نجيب اللي عنده سلاح، نقول له تعال اترك سلاحك وتعال بهذا التحالف. زين. اترك السلاح، نفرض عليه حتى يشترك معنا ترك السلاح. زين.
وتشكل تحت بعض القوى السياسية التي تمتلك السلاح. أقول خلي تجي نتائج الانتخابات. بعد النتائج. خلي تجي نتائج الانتخابات. اليوم أنا اللي قدام حقيقة أقول لك إذا أعيدت المعادلة السابقة. أي. إحنا نعتقد أنها معادلة فاشلة. يا معادلة. معادلة الحكومة 2018. مع عادل عبد المهدي. هي إذا نعم إذا أعيدت هذه المعادلة أستاذ هشام والناس أعطت أصواتها بنفس الطريقة التي أعطتها في 2018. أي. فليلومون القوى السياسية المعتدلة يقولون أنتم ما سويتون شيء. من أنت تعطي لقوى 60-50-70-80 مقعد ولآخرين نفس الشيء وتخليهم قوة في البرلمان وتقول لي تعال أنت حقق منجز وتنطيني إلى 20 أو 25 أو 30. هي تتحمل قصدي خيارات الناس. يجب أن تكون دقيقة هذه المرة. خلينا نشوف تفاصيلها. إذا تحقق سيناريو عام 2018 شنو اللي راح يصير؟ لن نشترك في الحكومة. لن تشتركون في الحكومة أبدا. نعم. إذا جاء بالفتح والسائرون رئيس وزراء أنتم ما راح تشتركون. إذا تكررت المعادلة السابقة لن نشترك في الحكومة. طيب العراق وين راح يتجه؟ إلى الخراب والدمار اللي صار ب 2018. اللي صار ب 2018. يعني لو إحنا بالساحة لو إحنا نجيب رئيس الوزراء لا اسمعني لو إحنا نجيب رئيس الوزراء لو إحنا راح نخرب الدمار. أول شيء اللي صار ب 2018 راح يصير أضعافه في 2020 إذا كررت المعادلة السابقة. أضعافه. نعم أضعافه. يعني شنو؟ والنظام أكثر من المئات سقطوا. نعم فيه. والنظام إلى حرب أهلية إلى هدم النظام إذا رحنا إلى نفس تلك المعادلة. شوف أستاذ هشام إحنا. وين في هذا هدم النظام أوكي هساعد بالنظام يجي تدريجيا لكن نعم. حرب أهلية. نعم. ليش حرب؟ نعم أهلية؟ لأنه إحنا شفنا القوى اللي بيناتها تشكل الحكومة بعد هي ستختلف فيما بيناتها. وتصير المشاكل مثل ما صارت. هو شنو اللي صار ب 2018؟ لا خلي نقول مو حرب أهلية هي أقرب إلى حرب حزبية. لا لكن حرب بالسلاح. لا الآن قوى تشرين متظاهرين هم يريدون يشوفون قبالهم الأمور مو جيدة. زين. فسيستهدفونهم. بالتالي نفس القضية تنعاد. القضية الخطرة شنو؟ الآن أنت سألتني قلت يا بلو أنتم موجودين بالساحة. أي. لو أنا أقول لك لو أنتم بالساحة لو ما تمشي الأمور أقول لك. بكل فخر نعم نعم الحكمة من تراجعت في أي حكومة الحكومة سقطت وما أنتجت في 2006 إلى 2010 كانت عندنا تحديات عظيمة. أي. سيد عبد العزيز الحكيم رحمة الله عليه كان واقفا كانت من أفضل الحكومات 2006-2010 لا أحد يستطيع أن يقول غير ذلك. انسحبنا في 2010 شفنا صار من 2010-2014 سقطت داعش. أسهلك ياها بعد بقاء العراق متماسكا مرهون بتيار الحكمة. لا إنما معادلة التوازن محورها الحكمة ولا أقول أن العراق باقي بالحكمة. الحكمة زين. جزء من معادلة محور معادلة التوازن. في 2014 إجينا جنابك ثلث العراق مهدم صح لو لا الميزانية خاوية وعدنا مشاكل هائلة. شنو اللي صار؟ الحكمة اشتركت. سيد عمار اشترك في هذه المشروع اللي ما كان يتوقع لحكومة دكتور عادل عبد العبادي أن تستمر. استمرت وكانوا يراهنوا. الجمهور يفهمها يعني شكو حكومة يشترك بيها الحكمة تسير وتمضي نعم. وتخلص أربع سنوات ولا تسقط. نعم. وشكو حكومة لا يشترك بيها الحكمة يصير خراب بالبلد. يصير خراب. نعم هذا أنا وأفتخر بذلك وعدي الأدلة وأقدر أحكي بيها. أدلة؟ نعم هذا الآن ذني الأدلة. زي. إحنا حكومة 2006-2010 كانت قمة الطائفية. يعني أنتوا اللي تعملون على إسقاط الحكومة إذا لم تشتركوا. لا مو نعمل إحنا من إحنا نغيب من يغيب عنصر الاعتدال من يغيب صاحب الرؤية والمشروع زين. في هذه المعادلة وما تقدر تركب مشروع بشكل صحيح. مو المهم هو إيش قد عدد نوابك. إحنا ما نسقط حكومة بعدد نواب ولا نعمل على إسقاط حكومة زين. ولكن لأن الحكومة لن تكون لديها رؤية ستكون سلطة وليست حكومة. يعني مو تشتغلون عليها من الخفاء بالكواليس لإسقاطها لأن إحنا ما مشتركين أبدا بيه. أبدا إن إحنا نعمل بالعلن في حكومة السيد المالك الثانية. السيد عمار الحكيم كان في كل أربعة يطلع عنده منهج وتتذكر قيل أن الحكيم لن يستطيع النهوض مرة أخرى زين. وما بي 16 مقعد إحنا عدنا في 2010 زين.
جبنا 31 مقعد ولولا التزوير انا اقول لك احنا قد نصعد الى 40-45 مقعد لولا التزوير. نعم. مال 2018 نعم 2010 الى 2014 2014 احنا قراءتنا كانت احنا المفترض عندنا قراءتكم الحاليه اذا استمر مشروعكم العابر وكل بالنجاح قبل الانتخابات ايش قد راح تحصل؟ احنا لن نقل على ما نحن عليه اي وقطعا لن نقل على ما نحن عليه ان شاء الله وربما نحقق مفاجاه مثل ما حققناها في 2010. وش تجيبون؟ تجيبون نص زائد واحد ويتحالف؟ لا لا ويتحالف. احنا قد نضاعف مقاعدنا. اوكي بس كتحالف اذا كل بالنجاح اذا تحالف واحد؟ اذا تحالف هذا اللي نحكي عليه يجيب النص زائد يجيب نص زائد واحد. نعم. واذا ما جاب احنا ما نشترك بالحكومه. إذا ما اشتركنا بالحكومة لا, لا لا إذا كررت معادلة 2018 ما نشترك أنا ما نشترك ما راح إلى حكومة فشل بعد وفشل فشل وحرب أهلية نعم نعم إحنا واضح أطراف عندنا. الحرب الأهلية من راح يكونوا شوف عندنا إحنا أستاذ هشام إحنا إذا ما يصير عقد اجتماعي وسياسي جديد في العراق بالدورة القادمة هذا النظام مصيره عدم الاستمرار مصير عدم الاستمرار نعم معادلة 2003 و2005 ما باتت صالحة الخيار الآخر شنو راح يكون؟ هو لو خيار نسوي شيء جديد ونبني دولة لو احنا رايحين إلى نظام جديد مثل ما حصل في 2003 قد يحصل ما بعده نعم واحنا دا نقول هذا الكلام نقول أكو النظام في خطر يجب أن تكون هناك معادلة دولة ومعادلة عقد اجتماعي وسياسي جديد بس أكمل النقطة قلت لك حكومة سيد دكتور عادل عبد العادل دكتور العبادي ما كانت حيدر العبادي ما كان يؤمن لها النجاح ونجحت بأقصى الظروف الرجل دكتور العبادي إلى دور ولكن الحكمة موجودة اجتي حكومة سيد عادل عبد المهدي وأنت شفت كل الجميع اشترك فيها مثل ما في حكومة سيد المالكي الثانية الجميع اشترك فيها احنا لم نشترك الحكومة لم تستمر و2020 او 2021 اذا صارت انتخابات وعيد نفس السيناريو 2018 ما راح تشتركون والسيناريو الاقرب هو حرب اهليه اذا صار نفس 2018 نعم انا اشكرك شكرا جزيلا سيد بليغ ابو قلل عضو المكتب السياسي لتيار الحكمه على كل ما تفضلت شكرا جزيلا شكرا موصول اليكم نلتقيكم ان شاء الله في حلقات قادمه